سلمى، 25 تشرين الأول هو اليوم اللي اعتمدته منظمة الصحة العالمية للتوعية بسرطان الثدي. معلومات أكثر عن هاليوم خلونا نتابعها بالتقرير التالي. تشرين الأول أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، هي مبادرة عالمية بدأ العمل بها على المستوى الدولي من منظمة الصحة العالمية في عام 2006، حيث تقوم مواقع حول العالم باتخاذ اللون الزهري أو الوردي كشعار لها من أجل التوعية من مخاطر الثدي، كما يتم عمل حملة خيرية دولية من أجل رفع التوعية والدعم وتقديم المعلومات والمساندة ضد هذا المرض. يعتبر اعتماد هذا الشهر خاص بالتوعية ضد سرطان الثدي مساعدة لتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته والإبكار في الكشف عنه وعلاجه، وحسب تقرير منظمة الصحة العالمية يحدث كل عام نحو 1.38 مليون حالة جديدة للإصابة بسرطان الثدي. وصنفت المنظمة سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء في بلدان العالم المتقدمة وتلك النامية على حد سواء. وتبين في السنوات الأخيرة أن معدلات الإصابة بالسرطان أخذت في الارتفاع بشكل مضطرد في البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة أيضاً، بسبب زيادة متوسط العمر المتوقع وارتفاع معدلات التمدن واعتماد أساليب الحياة الغريبة. بينما أكدت الدراسات والأبحاث العلمية وآخر الإحصاءات الموجودة حول سرطان الثدي في عالمنا العربي أن نسبة انتشاره في مجتمعنا في ازدياد، مشيرة إلى ضرورة نشر الوعي الصحي من أجل الحد منه. وعلى الرغم من إمكانية إسهام الاستراتيجيات الوقائية في الحد من بعض مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، إلا أنها لا تنجح في القضاء على معظم الحالات التي تظهر في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث لا يتم تشخيص هذا المرض إلا في المراحل المتأخرة. نور، مثل ما تابعنا بالتقرير، يعني دائما التوعية المبكرة هي أهم شيء وخصوصا ببلداننا العربية، لأنه بيوصل أو حسب الدراسات والأرقام بتوصل السيدة بمراحل متأخرة، وهذا الشيء بيؤدي لعدم علاجها بالطريقة المناسبة. أكيد سلمى، وآخر الدراسات اللي تمت بآخر 10 سنوات بتقول ثلث النساء العربيات مصابين بمرض سرطان الثدي. أكيد نور، لهيك نحن بهذا الشهر مستمرين بالتوعية بسرطان الثدي، وهو شهر تشرين أول أكتوبر من كل عام بكل بلدان العام كافة. هو شهر بيساعد على زيادة الاهتمام بهذا المرض وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته والإبكار في الكشف عنه وعلاجه، فضلا عن تزويد المصابين به برعاية مخففة لوطئته. لنحكي أكثر عنه النشاطات والحملات التوعية بسوريا. بصرنا رحب بالدكتورة سهير جمعة، رئيسة دائرة برامج الصحة العامة بمديرية ريف دمشق. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. يسعد صباحك. خلينا بالبداية نحكي عن الحملات التوعية اللي قمتوا فيها، وقديش فعلا اليوم نزيد هاي الحملات لأهمية كشف المبكر عن مرض سرطان الثدي. سرطان الثدي هو من أشهر السرطانات بين النساء في العالم، وهو ثاني سبب للوفيات بعد سرطان الرئة، فهو من السرطانات الشديدة الانتشار، ولذلك كان لابد من التوعية حول هذا المرض. نعم. للكشف المبكر عنه، لأن العلاج في المراحل الأولى يكون نسبة شفاء أكثر من 90%. لذلك قامت مديرية صحة ريف دمشق بوضع خطة لزيادة التوعية في هذا الشهر. خلال هذا الشهر كان هناك بعض النشاطات التي قامت بها المديرية، من خلال أول هذه الأمور هي التوعية عن طريق المراكز الصحية بإجراء تثقيف للمراجعين للمركز الصحي، وهذا في جميع المراكز الصحية في محافظة ريف دمشق، بالإضافة إلى بعض النشاطات الأخرى التي كانت مدعومة بوجود السيد مدير صحة ريف دمشق الدكتور ياسين نعنوس، وبالإضافة إلى إجراء مسير شعبي كمان وجماهيري لدعم هذا الشهر عن التوعية عن سرطان الثدي. فتم إجراء محاضرات في كمان نقابة أطباء ريف دمشق بالتعاون مع نقابة وفي نقابة العمال، كما تم إجراء محاضرة توعوية في المركز الثقافي في النبك، وذلك تم تغطيته أيضا إعلامياً
وكان هناك حضور شعبي أيضا، وبالتنسيق مع الهيئة العامة لمشافي القلمون وجامعة القلمون ودير مار يعقوب. كذلك تم إجراء مسير شعبي في مدينة صحناية وأشرفية صحناية، انطلق بوجود الفعاليات الجماهيرية ومن أمام الكنيسة إلى المركز الصحي في صحناية الجديد. كذلك تم إجراء محاضرات أخرى في الكسوة في المراكز الثقافية، وأيضا تم إجراء الخميس الماضي مسير شعبي أيضا بعد محاضرة كبيرة في المركز الثقافي في جديد طرطوس. تم تغطية هذه النشاطات جميعا عن طريق الإعلام. البارحة كان هناك كمان أيضا محاضرة في ضاحية قدسية في المجمع التعليمي. نحن من خلال هذه المحاضرات نستهدف أن يكون هناك نشر للوعي في المجتمع، لأن هدفنا هو الكشف المبكر عن هذا السرطان. يعني المحاضرات والندوات هي جزء كتير مهم من التوعية، ولكن شو النسبة اللي بتوصل؟ يعني أكيد العدد، نحن بنقول دائما نحن بحاجة لتوصل المعلومة أو التوعية لأكبر عدد من السيدات، فهل في برامج دائما عم تكون بالمراكز الصحية لحتى نقول أنه في أكبر عدد من السيدات استفاد وحصدتوا هذا الشيء بالرقم اللي عم بيراجعكم بالمراكز الصحية؟ المحاضرات اليومية هي في المراكز الصحية لكل السيدات المراجعات للمركز الصحي، حتى لو لم تكن تراجع الصحة الإنجابية. يعني أي مراجعة للمركز الصحي يتم تثقيفها عن طريق محاضرات، إما عن طريق المثقف الصحي أو عن طريق القابلة أو الأطباء الموجودين في المركز الصحي. أما هذه الندوات التي تحدثت عنها والتي كانت في مراكز ثقافية وكان هناك دعم جماهيري وشعبي، فكانت الحضور فيها أكبر و تأثيرها كمان كان أكبر. دكتورة خلينا نحكي معك كمان، يمكن الجهات اللي تم التشبيك معها غير المراكز الصحية قديش مهم، يعني من خلال المراكز اللي عم تقوموا فيها بالندوات مثلا والمحاضرات التشبيك مع جهات أخرى للوصول لأكبر يمكن عدد من النساء اليوم. كما تحدث المحاضرات والندوات التي تمت كانت بالتنسيق مع الفعاليات في المجتمع، يعني من منظمات الشبيبة، منظمات شعبية، فعاليات أهلية وشعبية، وفعاليات أهلية وقيادات بالمجتمع المحلي ورجالات الدين مثلا كانوا موجودين. فكان هناك دعم من قبل هذه الفئات جميعها من أجل وصل إيصال الوعي لجميع المجتمع. فالسرطان الثدي لا يصيب فقط النساء، فهو ممكن أن يصيب الرجال ولكن بنسبة أقل، مقابل 100 سيدة ممكن أن يكون هناك إصابة لرجل واحد. فكان الهدف من هذه المحاضرات هو إيصال هذه المعلومة وأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ليتم علاجه بشكل أفضل. أكيد. طب دكتورة خلينا نأخذ هيك بلمحة سريعة أهم المراكز مديرية ريف دمشق للصحة. هلأ مراكز ريف دمشق، هناك في جميع المراكز هناك عنا عيادات صحة إنجابية فيها إما قابلة أو ممكن أن تكون هناك قابلة وطبيب مدربين على الكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالإضافة إلى وجود مشفى قطنة ومشفى النبك. هذين المشفيين هناك جهاز ماموغرام للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتم تشكيل فريق مكون من أخصائي أشعة وأخصائي نسائية وقابلة وفني أشعة وأخصائي جراحة من أجل متابعة الحالات التي يتم تحويلها إلى هذه المشافي. أكيد. بالختام دكتورة، يمكن نصائح عامة بتحبي توجهيها لجميع السيدات اللي عم يشوفون لليوم قديش مهم فعلا الكشف المبكر عن سرطان الثدي، قديش مهم فعلا نسبة الشفاء التامة منه من خلال الكشف المبكر. هلأ النصائح بنقدمها للسيدات أنه إجراء الفحص الذاتي شهريا، ويكون هذا الفحص لكل سيدة في سن الإنجاب بعد الدورة مباشرة بعد الانتهاء من الدورة باليوم 7 للعاشر، لأنه يكون الثدي أقل احتقانا. والسيدات التي تجاوزت سن الإنجاب يكون فحص الثدي شهريا في بداية كل شهر للكشف عن أي تغير في الثدي، لأنه أي تغير يجب عليها أن تراجع الطبيب لمعرفة إن كان هناك مشكلة سرطانية أو لا. وخلال هذا الشهر تم مراجعة 25,000 سيدة في مراكزنا الصحية، وتم فحصهم بيد خبيرة اللي هي العناصر الصحية الموجودة، وتم إحالة تقريبا 650 سيدة لإجراء إيكو أو مامو. يعني هؤلاء السيدات كان هناك اشتباه
لديهم بوجود كتلة أو تغير في الثدي، فتم إحالتهم لإجراء صور لمتابعة التشخيص لديهم. بالختام نحب نتشكرك دكتورة سهير جمعة، رئيسة دائرة برامج الصحة العامة بمديرية ريف دمشق، وأكيد الأرقام اللي قلتي عليها أرقامهم 25,000 سيدة و 650 سيدة، بنتمنى هالأرقام تزداد دائما لحتى يكون في أكبر نسبة شفاء ومعالجة مبكرة. أكيد نتشكرك دكتورة، نتشكرك ونتشكر يمكن وزارة الصحة على الجهود اللي عم تقوم فيها اليوم لنشر التوعية لجميع النساء. شكرا كثير لك.